أداء المنتخب المغربي أداء كلش حلو بالبطولة كأس العالم من المنتخبات العربية القوية، وإن شاء الله نتمنى إلها إنه تفوز بكأس العالم، بس من الصعب فرنسا هي حاملة الكأس، حاملة كأس العالم، ونتمنى إحنا المغرب تفوز اليوم على فرنسا. والله صراحة أداء المغرب بتنوعية جميلة، إنه فريق يقدر يهاجم ويقدر يدافع ويعتمد تكتيك محدد ويا كل خصم. صراحة احنا نفتخر كعراقيين، أول مرة أشوف العراقيين إنه يشجعون منتخب غير العراق بهاي الحماس وهاي الشغف. وإن شاء الله أتمنى، رغم إنه أنا أتوقع فرنسا تعبر، لكن أتمنى من كل قلبي إنه المغرب اليوم وتروح للنهائي، ورغم إنه أنا أحب ميسي والأرجنتين، بس إذا المغرب والأرجنتين فأتمنى هم المغرب يفوز بالكأس. والله المغرب إن شاء الله ما مقصرين هم على لعبهم، يعني نتائج مالتهم كلش حلوة وزينة، يعني إن شاء الله اليوم همين 1-0 أو 2-0 للمغرب إن شاء الله، يعني توقعاتي يعني كلش قوية بالمغرب، وإن شاء الله هالدور الأبطال المغرب يعني كلش زين، يعني باشرة وشون تقول كل زين كان، يعني والله أداهم إن شاء الله زين، وإن شاء الله الفوز للمغرب. إحنا كنا لأن العراق ما صعد نهائيات كأس العالم.